عماد علي وهو من الفائزين في دي دي اكس وهيقدم لنا شعر. السلام عليكم. لا سبيل للتغيير دون الشباب والحرية. في مقولة مشهورة كده بتقول الأمل الذي يرتقي به الشعوب يكمن في الشباب. فعشان كده بسم الله ما شاء الله احنا العرب مش بنطبقها. حاجة مهمة جدا ان الدول الأوروبية بتطبق حاجات مهمة ان هي بتعتمد على الشباب. احنا في الوطن العربي للأسف بيتم تهميش الشباب. عندك اعتراض؟ الوطن العربي للأسف مش بيتم استغلال قدرات الشباب. لو رحنا للدول الأوروبية هنبتدي مثلا بدولة زي دولة النمسا. الدولة دي فيها رئيس أو تحديدا وزير الشؤون الخارجية عنده 28 سنة، هو لسه طالب في كلية الحقوق، بيروح عادي الكلية وبيشتغل بعد كده المهام بتاعته. كان قال إلقاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة حوالي من شهر تقريبا إن هو فخور إنه أصغر واحد موجود في القاعة وإنه أصغر من 28 سنة وإن هو من مستخدمين السمارت فون والفيسبوك. قال إحصائية مهمة جدا إن أكتر من نص سكان العالم كله أقل من 25 سنة. الشباب دي كلها بتفتقر للخبرة وبتفتقر للوظيفة وما عندهاش كفاءة. كمان الراجل ده تميز أو الشاب ده تميز بحاجة إن هو في 2009 تم انتخابه كرئيس لمجلس الشعب النمساوي، وفي 2010 و2011 كان عضو في البرلمان، وبعد كده تم اختياره كرئيس أو وزير للشؤون الخارجية هناك. هل ممكن نعيش أو إحنا شباب في الوطن العربي إن ممكن نعيش ونلاقي وزير خارجية أقل من 28 سنة في الوطن العربي؟ تتوقعوا ليه؟ حد يقدر يجاوب ولا؟ ما في ثقة. عشان كده إحنا بنتكلم أو بنركز تحديداً إن لازم الحكومات أو الناس كلها تركز على الشباب لأن هم عصب لأي دولة. لو رحنا لدولة زي دولة السويد، في واحدة سنها 27 سنة اسمها عايدة. دي وزيرة التربية والتعليم هناك. على الرغم من كده إن هي مش من السويد أصلاً، هي من البوسنة. أهلها تركوا البوسنة بعد الحرب اللي حصلت واتجهوا هناك في السويد. هي عشان المجهودات اللي بتعملها رئيس الوزراء قرر إنه يختار واحدة مش من دولة السويد. عشان الأعمال الخيرية اللي بتعملها. في حد كان اسمه شارل ميشيل، هو رئيس الوزراء هناك، عنده أقل من 38 سنة. الأغرب من كده إن والده كان عمدة وعمدة في أحد المدن، فكان دايماً بيحب ياخد ميشيل أو شارل ميشيل معاه يتمشى دايماً بيه في الشارع ويحضر بيه في المحافل الدولية. فعشان كده شارل ميشيل حب السياسة والتحق بكلية الحقوق. بعدها راح على طول مسك منصب انه في 2005 تم انتخابه كوزير للشؤون الداخليه في دوله بلجيكا. بعدها تم انتخابه اكثر من اربع احزاب او خمس احزاب وسطيين هناك اختاروه انه يكون رئيس الوزراء ويقوم بتشكيل الحكومه. هنروح لحاجه اخيره كده. في دوله فرنسا وزير الصناعه والاقتصاد هناك خريج كليه فلسفه. طبعا لو في الوطن العربي هنا هيقول لك ايه علاقه الفلسفه بانه يكون وزير اقتصاد وصناعه. يعني هناك الراجل ده كان مدير لاكبر البنوك اللي موجوده هناك، ففي نقد حصل ما بين الناس او تشتت، بس الراجل اثبت وجوده ورئيس الوزراء عطاله المهام دي. الفكره ولو رجعنا لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم هنلاقي ان اصغر في قائد سيدنا أسامة ابن زيد وهو عنده 18 سنة كان قائد لقوات للقائد يعني للجيش هناك يعتبر، وهو على الرغم أنه عنده 18 سنة وكان في الجيش موجود يعني سيدنا عمر وأبو بكر الصديق. يعني الخلاصة أن الشباب هم العصب لأي دولة. هنيجي للجزء الثاني وهو الحرية. أنت حر ما لم تضر، لازم أن حريتك أو رأيك تحترم الرأي والرأي الآخر، مش لازم أكون معاك أو ضدك، ممكن أكون ضد الضد. ففي حاجة هقولها كده للشاعر أحمد مطر. أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ ما الحرية؟
هل هي مصطلح يوناني من بعض الحقب الزمنية؟ أم أشياء نستوردها؟ أم هي مصنوعات جلدية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيالاً لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفاً أو قلماً، لا تحمل فكراً وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، ونظرت لأن أحيان الله، ونظرت لأن أحيان الله وكان في العمر بقية، لأجوب الأرض بأكملها بحثاً عن معنى الحرية. وقفت بمحراب التاريخ لأسأله: ما الحرية؟ ما الحرية؟ فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية: ما الحرية؟ لم يتكلم بالعربية. عماد علي من مصر. شكراً يا عماد. شكراً.